السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم هذا الموجز من التناصح. انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم الجمعة في بوابة الستين جنوبية مدينة أجدابية الواقع بالشرق الليبي بحسب مصدر مطلع من المنطقة. قال المصدر إن الانفجار خلف ثلاثة جرحى، أحدهم من منتسبي قوة حماية البوابة وآخران يحملان الجنسية السودانية كانا بقرب الانفجار. من جهته أكد مستشفى محمد المقري في مدينة أجدابية استقباله لجرحى التفجير مؤكدا أن حالاتهم متفاوتة بين المتوسطة والخفيفة. اندلعت اشتباكات مسلحة مساء الخميس بين قوات اللواء السادس مشاة من جهة وبين قوات التبو المدعومة بعناصر المعارضة الشادية من جهة أخرى جنوبية مدينة سبها. وشهد صباح الجمعة اشتباكات متقطعة في ظل تحشيد بين القوتين وحالة من الاستقطاب والترقب تشهدها مدينة سبها. في شأن آخر، طلبت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور نادية عمران طلبت الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها إلى ليبيا غسان سلامة بأن تكف يدها عن ليبيا وتتوقف عن التلاعب بمصير الليبيين وأن تلتزم بالمهام المنوطة بها دون أن تتدخل في الشأن الليبي الداخلي. وقالت عمران إن سلامة قال لهم إن الفيصل في إنهاء الجدل القانوني المثار بخصوص الدستور هو حكم المحكمة العليا، لافتة إلى أنه بعد حكم المحكمة التزم سلامة الصمت وبدأ يتجه إلى مسارات وصفتها بالمريبة وغير المفهومة. نفى وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء البلجيكي ديداي رايندرز ما يتداول من أنباء حول اختفاء أكثر من 10 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة من قبل الأمم المتحدة في بروكسل. ووصف وزير الخارجية في تصريح لوكالة بلجا خبر اختفاء الأموال الليبية المجمدة بالنبأ الكاذب والأخبار الوهمية، مؤكدا أن الأموال الليبية لا زالت مجمدة حتى هذه اللحظة. واستغرب رايندرز تداول بعض البرلمانيين والصحفيين البلجيكيين لهذه الأنباء وجعلها قضية رأي عام رغم علمهم بعدم صحتها. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.